السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الأحباب والأخوان كيفكم؟ إن شاء الله طيبين. معليش أنا مستعجل جايكم بس والدنيا ليل. عندي كلام محدد دار أقوله، كلام سريع. أنا طالع اسم من الغرفة حقت العمليات بتاعت كسلة وحقت الوباء المنتشر في السودان. كويس. أول حاجة أخوانا دار أتكلم فيها سريع سريع. كويس يا شباب، الموضوع ما كنكشة، الموضوع ما حمى الكنكشة، في أكتر من حمى ظاهرة. كويس، في حمى نسفية، في كنكشة. كويس، وفي حاجة تانية شاكين فيها لحد داسي، ما عارفين، ما لاقين معمل عشان نفحصها. الناس شاكين فيها إيبولا. كويس، أنا من هنا شخصيا على هباني بعلن السودان منطقة موبوءة. كويس، الحالات دي أخوانا مش ظهرت مش على كسلة بس، الحالات دي أسي في مستشفى إبراهيم مالك، في مستشفيتين في بحري، مستشفيات خاصة في بحري. كويس، في عبرة، في قضارف. يا اخواننا المشكله الحكومه قايله بموضوع انها تدس الموضوع بنتهي. يا اخواننا ده وباء عام على كل السودان، وباء انتشر في كل السودان لانه كسله ما انقفلت. الناس شردوا من كسله وشردوا معاهم الوباء في جسمهم، نشروه في اي ظلم، مش في اي حته، نشر الوباء في اي حته. يا اخواننا الموضوع ما حمى الحمى اللي بيتكلموا فيها، الموضوع اتطور اكثر من كده. كويس، بقى حمى نسفيه بانواع كلها منتشره. كويس، ما لاقين جهاز واحد عشان يقدر يشخص الحاله. كويس، انه الحمى دي نوع شنو. الناس بتشيل تردم في حاجات متجهه جدا، واي واحد علاجه مختلف، واي واحد طريقه نقل ناقله مختلف. يا اخوان عليك الله اعملوا لي شير. يا اخوان عليك الله اعملوا لي شير للفيديو ده. انا دار الفيديو ده يصل اكبر كميه من الشعب السوداني الليله. يا اخوانا اكبر كميه دارس الفيديو ده، اكبر كميه من الشعب السوداني. عليك الله اعملوا لي شير. انا حقي ما حتكلم بس اللي تعملوا لي شير. كويس، والناس كلها تسمع الكلام ده عشان تعرف انه السودان بيحتضر وما في شغل بو شغله ولا